السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا باهي نور الدين من المغرب، أحييكم وأقدم لكم درس الإيريتنس إن بايثون والإراثة في بايثون ومفهوم روديفينيسيون إعادة تعريف الدوال ثم معالجة إشكال أبستراكت الغير موجودة في بايثون الكلاس أبستراكت. سنبدأ بخلق ملف جديد فورم جيومتريك شكل هندسي. إذا شكل هندسي ربما يكون مثلث، ربما يكون مربع، ربما يكون معين إلى غير ذلك. أما المربع والمعين والمثلث فهي عبارة عن أشكال ترث من فورم جيومتريك، يعني شكل هندسي مبهم. وبالتالي هنا سنقوم بخلق ملف جديد، يعني بسم الله على بركة الله بايثون فايل سنسميه فورم جيومتريك، فورم جيومتريك، فورم فورم جيومتريك. إذن هو عبارة عن كلاس فورم جيومتريك. فورم جيومتريك نقطتان ثم سنمرر له الخواص. إذن الخاصية الأولى مثلا هي ديف إنيس، وعلى يعني initializer أو constructor. إذا سيكون أي شكل هندسي له اسم، وبالتالي سنمرر له parameter name. إذا سنقول له self dot name يساوي الparameter الذي مررناه اسمه name كذلك. إذا ليكن عندنا دالة اسمها show، وسنعيد إعادة تعريفها في الكلاس في الأصناف الأبناء. إذا داف مثلا سنسميها مثلا show، لاحظ show info بين قوسين داف show info. فوالا هنا سنمرر لها كلمة self ثم نقطتان. إذا هنا print لاحظ name eagle، وسنقوم بنشر الاسم. إذا self dot name. إذا لاحظ عندنا شكل هندسي، وعلى هذا الشكل الهندسي له اسم. وعلى إذا سنقوم بخلق أصناف أخرى ترث من فورم جيومتريك، مثلا مربع ثم دائرة. إذا right click new python file، سنكتب class يحمل اسم circle. فوالا اذا يجب ان نقوم بجلب الكلاس form geometric. اذا from من الملف الذي اسميناه form geometric، سنقول له اجلب جميع الكلاسات الموجوده. إذا سنقوم ببرمجة كلاس سيركل أو دائرة. إذا كما تلاحظون أن سيركل ترث من فورم جيومتريك، وبالتالي سنمرر لها بين قوسين فورم جيومتريك. الإراثة تكتب على هذا الشكل، دائما الكلاس الأب بين قوسين ثم الكلاس الإبن. إذا سنقوم بإعادة تعريف إنيس، فوالا إنيس سيلف. إذا كم ما هي مواصفات سيركل؟ الدائرة عندها اسم ثم عندها شعاع رايو، فوالا غايو. إذا سنصعد إلى الكلاس الأب لتعريف سوبر لتعريف الاسم. لا داعي لكتابة سيلف دوت نيم إيكال نيم ما دمنا نتوفر على إنيس على كلاس الآخر نيم. هنا سنضيف خاصية أخرى self dot rayo غايو يساوي البارامتر رايو. إذا هذه عبارة عن هنا سنقوم، لاحظ عندنا في الكلاس الأب دالة اسمه show info، سنعيد تعريفها في الكلاس الإبن. إذا سنذهب إلى circle ثم سنكتب def اسم الدالة بين قوسين self. هذه المرة سننشر الاسم. يمكننا كتابة print self name، ولكن أحسن شيء التعود على كتابة super يعني الذهاب إلى الشو أنفو الموجودة في الأب في الكلاس الأب، ثم هنا print لاحظ
برنت بين قوسين هنا الشعاع رايو ايجل وسنقوم بجلب الملف سيلف دوت رايو. يمكن الاكتفاء بكتابة برنت عوض سوبر شو انفو برنت نيم سيلف دوت نيم. اذا ما يهمنا ان نلاحظ ان هناك ريديفينيشن اوفررايد ميثود ان لاحظ كتب اوفررايدز ميثود ان in form geometric. إذا هناك إشارة رايو وعلى هنا رايو. إذا الحمد لله أصبح عندنا كلاسين. إذا سنقوم نفس الشيء كنترول سي سنذهب إلى كلاس كاري أو سكيرد أو ريكتونجل. إذا سنذهب هنا كلاس جديد بايثون فايل بايثون فايل. الآن سنسميه ريكتونجل ريكتونجل. نعم سنكنترول في جلبنا. إذن سيكون الاسم هو ريكتونجل. ريكتونجل سيكون الطول والعرض. إذن ال ال إذن هنا سيكون عندي خاصية L largeur hauteur largeur ثم hauteur. voilà. إذن كم من خاصية؟ خاصيتين أضفناها إضافة إلى النيم. هنا أحبائي الكرام سنذهب إلى هذه الخاصية. الخاصية الأولى إذن هنا سيركل واحد ثم فورم جيومتريك ثم ريكتونجل ثم سنذهب هنا لتعريف الخواص سيلف دوت لارجور يساوي لارجور ثم سيلف دوت اوتور سنسميه اوتور يساوي اوتور. نعم ثم هنا سنقوم بنشر الخواص برنت لارجور يعني العرض والطول وعلى سيلف دوت لارجور كذلك برنت بين قوسين اوتور سنقوم بالطول سيلف دوت اوتور. اذا الحمد لله اصبحت عندنا كلاس ريكتونجل ثم كلاس سيركل ثم قمنا بما بالاوفررايد يعني ديفينيسيون. الان سنذهب الى فورم جيومتريك وسنقوم ببرمجة دالة مبهمة. دالة مبهمة هي ما يسمى بابستراكت في لغات البرمجة الاخرى ديف سيرفاس. إذا لا يمكنك حساب المساحة لشكل هندسي بدون معرفته، وبالتالي هنا هذه الدالة يجب إن طبقت أن تعطينا إشكال، أن تعطينا إشكال. ما معنى هذا الإشكال؟ أن هناك اكسبسيون يعني سنقوم ببرمجة ريز وعلى ريز لاحظ ريز بين قوسين not implemented error not implemented error بين قوسين ثم سنمرر له لا يمكن impossible to calculate area لا يمكن. ما دمنا إذن هذه الدالة سرفاس سنقوم بإعادة تعريفها بشكل جيد داخل الأبناء الكلاس الأبناء كنترول سي سنذهب إلى السيركل. إذن يمكننا هنا أن نقوم بتعريف هذه الدالة الآن return. إذن سنقوم بجلب الدالة import mat الدالة التي تحسب بي لأن مساحة الدائرة هي بي ار مربع as m. إذن ما هي مساحة الدائرة؟ هي 3.14 في ار مربع يعني m dot pi. إذن ستكون ماجيسكول تسمح نقطة تسمح
تسمح نقطة هناك بي اي ولا بي ولا في في رايو سيلف دوت رايو مربع. إذن الأس دائما نجمة نجمة هو الأس في لغة بايثون اثنان. لاحظ هنا أصبحنا نستطيع أن نقوم بتعريف سيرفاس لأننا عرفنا الكلاس سيركل. فوالا إذن هنا سنذهب إلى الكلاس الريكتانجل وسنقوم بإعادة تعريف الدالة سيركل. لاحظ كنترول سي سنذهب إلى ريكتانجل ونكتب كنترول في. لاحظ كنترول في. أما مساحة الريكتانجل هي الطول في العرض وبالتالي النتيجة ستكون سيلف دوت لارجر في سيلف دوت اوتر سيلف دوت اوتر. إذن دعونا نجرب هذا البرمجية في مين. إذن يا بسم الله لاستعمال الكلاسات الريكتانجل ثم سيركل نحتاج إلى import تحميل الكلاسات from circle import نجمة ثم from جلب rectangle ولا import نجمة ثم الآن سنخلق شكل هندسي مثلا شكل هندسي f يساوي form geometric واحد بين قوسين form geometric بين قوسين ثم سنمرر له الخاصية الأولى الاسم. مثلا تخيل form geometric مثلا losange مثلا. إذن يمكنني أن أطبق الدوال الموجودة show info سيعطيني losange. أما إذا طبقت دالة surface فلن يكون هناك ستكون هناك اكسبسيون. اذا سنقوم بالتطبيق يا بسم الله على بركة الله. هنا نيم لوزونج اما هنا ريز امبوسيبل تو كالكوليت امبوسيبل تو كالكوليت اري. لاحظ ان هناك اشكال في يمكننا ان نستعمل تراي كاتش. اذا هنا فورم جيومتريك نوت امبلمنتد ايرور سيلف. اذا أما إذا ذهبنا إلى هذا الكلاس الكلاس الآخر لاحظ سنذهب إلى تعريف سيركل. سيركل تساوي مثلا سيركل. إذا الاسم عبارة عن سيركل 1 ثم الشعاع سنمرر له الشعاع 5. الآن يمكنني نشر جميع الخواص الخاصة بسيركل كشاو انفو ثم سي دوت سيرفاس. إذن لا داعي لي هنا. إذن سنقوم بالتطبيق. إذن لاحظ رأيو سنكتب برانت بين قوسين سيرفاس. إذن سنكتب برانت. لاحظ برانت سيرفاس لكي تكون هناك نتيجة فاصلة. إذن سيرفاس إيجال سيرفاس سيركل إيجال. إذن سنقوم ب لاحظ سيرفاس إيجال يساوي المساين.